لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، أحلى وأجمل وأروع صباح لحضراتكم جميعا. صباح الخير والسعادة، صباح الأمل والعمل، صباح الرزق الحلال. دائما بتسمعونا على أون سبورت اف ام على تردد 93.7، وعن نايل سات على تردد 11843. تليفوناتكم الأرضي على 0900 93 70، من أي تليفون محمول على 1700، ورسائلكم على 93 70، وصفحتنا على الفيسبوك أون سبورت اف ام، وصفحتنا كمان أحمد شوبير. أهلا وسهلا بحضراتكم. خلينا نبدأ بموجز الأنباء، موجز الأخبار. بيقول يوم ركلات الترجيح العين في إنجاز بل إعجاز غير مسبوق، يفوز على ريفر بليت ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية. ونفس الأمر الترجي يحرز المركز الخامس بعد فوزه على جوادالاخارا بركلات ترجيح. وأخيرا المان سيتي يصعد والآخر للدور نصف النهائي في كأس الرابطة في إنجلترا بفوزه على ليستر سيتي بركلات الترجيح. تأجيل اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب الانشغال في تجهيز ملف استضافة بطولة الأمم الإفريقية. المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد أن استاد برج العرب سيستضيف مباراة الأهلي والزمالك الإفريقية حتى لا تتكرر أزمة مباراة الزمالك والقطن التشادي. لجنة شؤون اللاعبين بتغرم بتروجيت 220 ألف جنيه لصالح لاعبه السابق محمد عادل جمعة. لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار أحمد أبو العلا تعتمد فوز السكة الحديد على البلاستيك 2-0. تلفت نظر ياسر تحسين مدرب المنصورة على هجومه ضد الحكم أمين عمر، وتشطب حكمين من الدرجة الثالثة لتورطهما في تزوير. مجلس إدارة الأهلي يجتمع اليوم بفرع الشيخ زايد لاعتماد عقد لازاراتي واستكمال باقي الملفات التي لم تحسم خلال اجتماع الاثنين قبل الماضي. والمدرب يغادر إيرجواي لجمع متعلقاته والعودة 28 ديسمبر بإذن الله. الأهلي يستعيد حسام عاشور وشريف إكرامي أمام جيما الأثيوبي يوم الأحد المقبل بإذن الله. أيمن حافظ منسق كرة القدم بنادي الزمالك يطير للتشاد غدا للترتيب لاستقبال بعثة الزمالك، والزمالك الفريق يعدل موعد السفر للتشاد من فجر الخميس إلى صباح الجمعة بسبب الطيران المباشر. بعثة الإسماعيلي تصل كاميرون تمهيدا لمواجهة القطن وارتياح في البعثة بعد نقل المباراة إلى العاصمة ياوندي. بتروجيت يسعى للتعاقد مع باسم مرسي بعد تعثر مفاوضاته مع سموحة، وبتروجيت يعني يتخطى بصعوبة بالغة زي ما قلت لكم فريق جزيرة مطروح بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1. معسكر مغلق لمنتخب 2001 بقيادة ربيع ياسين يخوض خلاله 3 مباريات ودية مع أندية دوري القسم الثاني. شيكابالا يدرس الاستمرار في الدوري اليوناني بعد رفض الزمالك اعارته لاتحاد سكندري حتى الآن. المدرب النرويجي سولشاير المرشح الاول تدريب اليونايتد ابرز المرشحين للتدريب بصفه دائمه، وتولى المهمه مؤقتا بعد اقاله مورينيو اللي توقعناها من اول امبارح. استشار خالد زين يحصل على حكم محكمه استئناف شمال القاهره ببطلان قرارات عموميه اللجنه الاولمبيه التي انعقدت في 2015 واسقطت عضويته. اخيرا مركز التسويه والتحكيم يرفض استشكال خالد ناصر سليم على قرار حل مجلس إدارة اتحاد الكرة. دي أهم العناوين أعزائي المستمعين. خلينا أقول لكم أهم النتائج التي حدثت بالأمس. العين الإماراتي بيفوز على فريق ريفر بليت. مشوار العين في البطولة كان كالتالي: تعادل مع ويلينغتون من نيوزيلندا 3-3 بعد ما كان متأخر بثلاثية، ولكنه نجح في تخطي الفريق والصعود إلى المباراة الثانية بفضل ركلة الترجيح وخالده خالد العيسى. ثم بعد ذلك العين الإماراتي فجر مفاجأة مدوية بعد أن أقصى الترجي بطل إفريقيا بثلاثية نظيفة وتأهل إلى الدور نصف النهائي ليلتقي مع ريفر بليت. المباراة كانت غريبة عجيبة مثيرة جدا. بدأ العين بالتسجيل عن طريق ماركوس بيرج في الدقيقة الثالثة، ولكن الدقيقة 11 كان رافائيل سانتوس بوري بيسجل، والدقيقة 16 نفس اللاعب عاد وسجل مرة أخرى، والجميع توقع هزيمة قاسية لفريق العين. إلا أن العين تماسك وسجل هدفا عن طريق حسين الشحات. احتسبوا الحكم تسلل بعد العودة إلى الفار. في الدقيقة 51 كايو المتألق يسجل هدف التعادل، وتستمر المباراة في شوطيها الإضافيين بنفس النتيجة،
ويعني احتبست أنفاس الجماهير الإماراتية بعد أن احتسب الحكم ضربة جزاء صحيحة لفريق ريفر بليت. العرضة كانت كفيلة بإنقاذها، ثم خالد العيسى يتألق يتفوق ويصد الضربة الأخيرة ليصعد العين لأول مرة في تاريخه ولتاني مرة في تاريخ العرب بعد الرجاء من قبل، والعين هذه المرة في انتظار الفائز من كاشيما انتلرز الياباني أمام ريال مدريد الإسباني، والمفاجآت متوقعة. خلينا ناخد زميلنا العزيز أحمد عويس من الإمارات. أبو حميد صباح الفل عليك. صباح الفل لك يا كابتن أحمد، ومبروك ليك ومبروك لكل العرب. الحقيقة حاجة مشرفة جدا، وتقريبا الإمارات ما نامتش. الطريق بين العين وابو ظبي امبارح كان كانه شارك بقى الدول العربيه عندنا منتخب مصر بيكسب والله. افراح والحياه ما كانش حد متوقع خالص اللي حصل امبارح او اللي حصل على البطوله. يعني على مدار البطوله الحقيقه العين بيعمل مفاجات. العين قبل بدايه البطوله باسبوع تقريبا خسر من الوصل في كاس رئيس الدوله 5-3. اول 40 دقيقه قدام ويلينغتون نيوزيلندي خسران 3-0 صحيح، وبعدين بيعمل كامباك بقى، مش في ماتش، بيعمل كامباك في 3 ماتشات. فالحقيقه يعني اداء مذهل واداء رائع، والحقيقه عجبني يا كابتن لما حضرتك تقول خالد العيسى. الحقيقه هو نجم البطوله الاول حتى الان خالد العيسى بادائه في ال3 مباريات. احمد، هل ارتفعت الطموحات بعد هذا الفوز؟ ريفر بليت فريق من الفرق القويه الصعبه جدا، هل الطموحات ارتفعت الى سقف الحصول على البطوله؟ ده حقيقي، لانه امبارح كلام كل نجوم العين وهم خارجين في الميكس زون بيقول ده، وعندهم روحهم ارتفعت جدا، وهنا المعلومات ارتفعت جدا، والبطوله اللي كانت كالعاده ما حدش واخد باله منها فجاه بتبقى في القمه. السنه اللي فاتت الجزيره اول ما عمل مفاجات ودخل السيمي فاينل الدنيا عليت. امبارح طبعا الناس بتدور على التيكت. انا قابلت ناس في الاوتيل الساعه 3 الصبح بيدوروا وداخلين اونلاين والتذاكر خلصت. فالحقيقه اعتقد انه 60,000 او 65,000 اللي في ملعب زايد الكبير في ملعب مدينه زايد هيبقى الاستاد في النهائي كومبليت مقفول، ومقفول المره دي بقى بيشجعوا العين مش زي ما حصل المره اللي فاتت بيشجعوا ريال مدريد. طيب سؤال بقى بعد اذن حضرتك، انه هذا الفوز وهو يحسب للكره الاماراتيه بشده والمسؤولين عن الكره الاماراتيه شيء مشرف ومبهج ورائع، لكن احنا كمصر لنا حتتين مش حته واحده، حسين الشحات ويحيى نادر الشريف. اعتقد في كتير من المصريين سعداء فرحانين، بل بيأزروا يساندوا العين من اجل العين اولا، وثانيا من اجل ابنائنا المصريين. امبارح انا سالت حسين الشحات وقلت له انت بتقول ايه لمصر؟ انا بلعب باسم مصر وان شاء الله طموحنا ان احنا ناخد البطوله. طبعا يحيى نادر اللعيب الذي ظهر فجأة، يعني فجأة اكتشفنا ان احنا السنة اللي فاتت كان عندنا على فكرة لعب في الجزيرة يا كابتن شويه، وكأن القدر بيمنح مصر مشارك بعد اعتقد اسمه عبدالله رمضان بتاع الجزيرة في نهائي دوري ابطال افريقيا. فبيدينا السنة اللي فاتت لعب في الجزيرة، النهاردة عندنا حسين الشحات ويحيى نادر، والحقيقة هو ده رزق كرة القدم يا كابتن احمد. شوف حسين الشحات زي النهارده، السنه اللي فاتت كان فين؟ وعمر عبد الرحمن عموري نجم العين الاسطوري زي النهارده، السنه اللي فاتت كان فين؟ شوف النهارده عمر عبد الرحمن فين؟ طبعا ربنا يشفيه ويرجع تاني لانه احد المواهب الكبيره للكره العربيه. وحسين الشحات اللي كان بيلعب باك رايت في المقصه، والكابتن عماد سليمان بدله بين الشوطين في ماتش طنطا، والمقصه دخله الوسط عشان يبقى احد اهم نجوم البطوله حتى الان. هو وكايو وكومبيا وباقي نجوم الفريق العين الاماراتي. الحقيقه احمد انت التقيت بحسين الشحات ايوه امبارح. السؤال بقى حسين، هل ما زال حنين العوده لمصر موجود، ولا بعد يعني هذه الصبغه العالميه عليه وبقى حديث الصباح والمساء الامر بقى صعب بالنسبه له؟ ورغم كل اللي بيحصل حسين اهلاوي قوي، يعني الناس برضو لازم تاخد بالها، بس هو راجل محترف بيأدي في الملعب بيعمل دوره على اكمل وجه. خلينا نقول لك يا كابتن احمد، حسين الشحات لعب 330 دقيقه، واعتقد هو اللعيب المحوري التكت اللي بيبني عليه المدير الفني العين خطته. يعني في بدايه البطوله كان بيلعب
راس حربة وهمي وبعدين بيرجي بيلعب فبيبدأ يرجع يلعب في حتته. ماتش الترجي كان بادئ وهمي وبعدين بيرجي يعني امبارح اتعكست في الدقيقة 70 تقريبا خرج ماركوس بيرجو ودخل حسين لعب. فالحقيقة لعيب مهم في العين واعتقد انه أزمة الاثنين لعيبة الجداد اللي العين عايز يمشي اثنين عشان يأيدهم مش هتبقى على حسين يعني مش هتبقى على حسين. حاجة الوحيدة اللي هتخلي حسين يمشي من العين ان حسين هيبقى قرار انه يمشي من العين. انما بعد اداء حسين الشحات مع العين الاماراتي في البطولة اعتقد بنسبة 100% ان هو بره الاثنين اللي هيمشوا. يعني الاثنين اللي هيمشوا عشان يتأيد بدلهم دومبيا واللاعب التاني اللي معرفوش هيدوه في البطولة عشان ازمته مع سبورتنج لشبونة ما اتحلتش. حسين براهم طبعا هم عندهم محترفين كتير عن والحقيقة انه تحترق كابتن احمد الخنبارح كان الملعب فيه خمسة مين يمشي عشان الاربعة بس ده صحيح. يعني شو تاني الباك ليفت حضرتك شفت اداءه عامل ازاي حسين الشحات شفت حضرتك اداءه عامل ازاي ماركوس بيرج اداءه عامل ازاي كايو عامل ازاي دومبيا عامل ازاي مين يمشي بتقول يعني الخمسة مين يمشي فيهم خمسة ادائهم الحقيقة فوق الرائع مع السداس الاماراتي الحقيقة كله دولي يعني فرقة العين فيها 10 لعيبة دوليين فده كمان مؤشر رائع لمنتخب الامارات قبل مشاركة في كاس اسيا. فالحقيقة حسين حنينه للاهلي والمصر مؤكد حسين هيرجع لو حسين عايز يرجع كده العين لن يستأنف حسين الشحات. طيب ممكن يعني ممكن لو حصل ده يبقى بدايه السنه اللي جايه يعني مش السنه دي. انا سالته سؤال مباشر مبروك يا حسين ونتكلم على الاهلي فضحك ضحكه كده اللي هي سلام عليكم صلاح مش يعني منه رد هو عايز يفرح ويتبسط بالموقف واللي حصل. فاعتقد الاهلي لو دخل في مفاوضات جده مع العين الاماراتي بعد نهايه البطوله وحسين ابدا رغبته في العوده اعتقد انه هيبقى قريب جدا من النادي الاهلي. ولكن برضه خلينا نروح لحته تانية خالص يا كابتن احمد المقابل المالي هل الاهلي هيقدر يدفع في حسين المقابل المالي اللي هيطلبه العين الاماراتي؟ ما كان زمان ببلاش يا عم احمد وما اعتقدش انه الاهلي مع رغبه حسين انه يرجع رغم كل التالق ده ممكن يوافق المقابل المالي كان ببلاش زمان يا عم احمد كان ببلاش وقال يعني وقالوا انه طبعا هنجيبه وكرايت يلعب مكان مين طبعا هنجيبه تحت راس الحرب عندنا 11 طبعا هنجيبه صنع العاب يلعب مكان عبد الله وعبد الله بيلعب ده مين اللي قاله بقى عبد الله مين اللي قاله وكرايت ثابت مين اللي قاله 11 بقوا 3 والحقيقه بالدار حسين الشحات ب 3 مليون يورو مين اللي قاله المدير الفني السابق للنادي الاهلي طب على لسانك عشان ما تبقاش على لساني يا عم عشان انا اللي بتشتم على لسان الكابتن حسام البدري هو من رفض حسين الشحات لوجود وفره من اللاعبين وقال انه هنجيبه فين احنا عندنا في كل المراكز لعيبه طب هاتهم جربوا ست شهور اصل الكلام ده مش يعني ما مش مش جديد يعني يا كابتن احمد يا عم انا حسين مضى للنادي الاهلي في يناير الماضي انت تتهاجم انت بلاش حسين اتعرض على النادي الاهلي ب 10 مليون جنيه ولاعبين عارة او لاعبين للانتقال النهائي مش ده اصل الكلام ده مش سر يعني. طيب احمد خلينا اسالك السؤال الاخير كيف تسير الاستعدادات لمباراه اليوم بين الريال وكاشيما انتلرز وهل متوقع حدوث مفاجاه؟ بعد اللي بيعمله العين اعتقد ومع اداء ريال مدريد مع كل طبعا الاحترام ليك يا كابتن احمد والتشجيع ريال مدريد اداؤه الباهت في كل البطولات ممكن تحصل مفاجاه ولكن الريال فريق كبير يعني الريال بيبقى موجود طول الوقت في البطولات الكبرى وخلينا نفتكر السنه اللي فاتت الريال كسب الجزيره تقريبا من في الدقيقه 80 والجزيره كان متقدم لا وانقذوا الفرقه لعلي مبخوت واحرز هدف ثاني واتلخى وبعدين رجع الريال اتعادل وكريستيانو رونالدو حط الهدف الثاني قبل نهايه المباراه بخمس دقائق فليه لا او ونشوف نهائي اسيوي وكاننا بنشوف نهائي دوري ابطال اسيا مش ده كاس العالم للانديه والحقيقه ده تاني فريق اسيوي يوصل للنهائي واول فريق من عرب اسيا وتاني فريق عربي العين بهدفين امبارح اصبح اكثر فريق عربي سجل في كاس العالم للانديه احرز 8 اهداف في 3 مباريات وما زال امامه مباراه اخرى ليسجل فيها
عشان يبقى عمل الحقيقه كل حاجه في البطوله. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز احمد دعويس من الامارات مباشره، معلقا على الانجاز التاريخي لفريق العين بصعوده الى نهائي كاس العالم للانديه متخطيا ريفر بليت الارجنتيني وصاعدا الى نهائي كاس العالم في انتظار الفائز من ريال مدريد وكاشيما. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.